آهان كان معصب كتير. لو بس يعرف الحقيقة، الظروف اللي عاشت فيها أمه، لو أي وحدة مرقت فيها شو بتعمل؟ ما بتلام ولا بأي شكل، ما لها ذنب قد ايه عذبوها لهالمخلوقة حتى جبروها تهرب من هون. بس كمان أهان وسونالي ما لهم ذنب، بس هن اضطروا يدفعوا تمن كل شيء. بس بتمنى إنه ستهم تخبرهم الحقيقة وتريحهم. لا أريتو، أرجوكي انسي هذا الكلام وما تفكري فيه حتى، لأنه أنتي بتعرفي كتير منيح قديش هي بالحقيقة بتحب ابنها. إيه معك حق، بس ما فيها تحرم الأولاد من أمهم، خصوصاً إذا بتحب أهان وسونالي كتير وبحبوها. بس هن اتنيناتهم هلأ بيكرهوا أمهم كتير، ما بدهم يسمعوا بإسمها حتى. هيك مو صح، كل شي عم بيصير كتير غلط. لك يا ريتو أمي، أنا رح شوف الأولاد، رح روح أطمن على الأولاد. طيب أنا رح بشوفك بعدين. شو أنتم مفكرين إني غبي؟ عاملين حالكم ما بتعرفوا شي وبدكن ياني صدقكم. كنتوا عم تحكوا عن أم أهان ما هيك؟ ليش سكتوا لما أجيت أنا؟ أمي، بابا، أنتوا شو اللي عم تخبوا عني؟ إذا بتعرفوا شي أنا ما بعرفه بس قلولي. نحنا مالنا صغار، نحنا منستاهل إنه نعرف الحقيقة. ما في شي من هذا كارتيك، ما تفكر بشي ابني. أنا مضطر أفكر إذا ما قلتولي شي. واضح إنه الطريقة اللي راحت فيها واللي رجعت فيها كانت كتير غريبة. ليش هلأ حتى رجعت لتكون مع أولادها؟ كارتيك ريتو، مو مهم ليش هي راحت وليش هلأ قررت ترجع، المهم إنه آهان ما بده أمه تتدخل بحياته بقى وبس. انتهينا. ريتو جازلنا العشاء. أنا ما اقتنعت، متأكد إنه في شي، حاسس إنه هدول مخبيين شي عني ما عم يحكوا. إشكي ما بعرف شو عم بعمل، إذا هذا اللي نحنا عم نعمله صح ولا غلط. قصد ولا بلا قصد؟ أنا أذيت أولادي من زمان وهلأ عم بجرحهم مرة تانية، كيفن هلأ؟ مو مناح أبداً، بس هذا الشي توقعته. أنت إذا بدك تكوني معه لازم تقوي على وجعك خالتي. كل شي صار بسببي أنا، بعرف إنه أهان كتير مكسور ومجروح مني، أنا هلأ جرحته مرة تانية، كل شي صار بسببي. خالتي بتعرفي وقت كنت صغيرة وقعت وانجرحت، بس الدكتور قال لي إنه العظمة اللي بتنكسر بتصير أقوى بس تشفى، وهذا الشي بالحياة بينطبق على مشاعرنا كمان، والقلب كمان بيقوى لما بيشفى من جروحه كلها. طمني، كل شي رح يصير منيح وبكره بتشوفي. انتو هلأ مكسورين، بس لما تلتقوا رح تصيروا أقوى وترجعوا مثل أول وأحسن كمان. فهمهم قديش عم يحاولوا يفرقوكن عن بعض، المهم بالآخر رح تلتقوا. بتمنى من كل قلبي، حمادي شخص كتير خطير، أنا متأكدة إنها رح تعمل شي. انتبهي على حالك. ألو، أنت شو عملت؟ معقول كذبت علي؟ قلت إنه سفيتري ماتت بحادث وليك عايشة؟ مستحيل إنها تكون عايشة، الدكتور بالمشفى قال إنها ماتت. أنا حكيت معه وأكد لي هالشي، هو أكد لي صحة هالحكي. لكن مين هي اللي عندي؟ قلي. ترتجف لما تسمع صوتي، بس اليوم كانت قاعدة قدامي وعم تطلع بعيوني عادي. مستحيل يصير هيك، في شي غريب، في حدا عم يعلمها، بس مين بده يكون؟
اللي بيموت ما بيرجع يعيش. بس اللي كيف رجعت سافيتري؟ هي عايشة. بدي أعرف كيف لساتها عايشة سافيتري. بس هي عم تتظاهر إنها غنية، ولا حدا تاني عم يعلمها؟ شوف مين. أنا متأكدة إنه في حدا وراها. بدك تعرف مين يلي عم يحركها ويحاربني فيها. أنا مستعدة أعمل أي شي حتى أعرف أي شي. بس سافيتري، أنا ما رح أسمح لك ترجعي على هذا البيت. أنت سبق ودمرتي بيتي من قبل، بس هلأ ما تحلمي إنك ترجعي مرة تانية وتدمري. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.